شي 90 دابا 90 تقريبا يعني 90 قفوا دابا تفرقات الحمد لله وباقي السلام عليكم، رمضان كريم. الو فيما يخص هذه الفكره وهذه المبادره اللي درنا، الفكره جاتنا من عند الاخ سعيد اللي تقبلوها الاصدقاء والاخوان وقاموا بالمساعده ديالهم، والحمد لله لقات اقبال كبير من عند الناس. يعني كاين اللي ساهم وما بانش معنا في الفيديو وتنتقبلوا الراي ديالو، والحمد لله المبادره هي غاده. الاخوان كاين باقي الناس اللي غادي يساعدوا معنا والحمد لله كما لاحظتوا هذه المبادره هذه ماشي زعما اول مره غنديروها، المبادره تنديروها شاكاني هي هذه السنه هذه درناها افيك هذا الفيديو تحطوا في الفيسبوك، والحمد لله شاكاني راه تنقوموا بهذه المبادرات لا في العيد الكبير لا في العيد الصغير لا في رمضان. هذا العام درناها بشكل خاص ونقدر نقول بطعم خاص، لحقاش كما لاحظتي لا بليبار ديال الدراري تجاوبوا معنا في الفيسبوك، يعني كل واحد يتحدى الاخر، يعني هنا هذا هو الطعم ديال هذه المره هذه. وتنشكر الاخوان كلهم اللي ساهموا لا بالقليل لا بالكثير، والحمد لله ان شاء الله المبادره هي غاده وني بريسك دابا كاينين ما بين 100 حتى 120 قفه حد الان، يعني لا 3 جوغ د رمضان فرقنا دابا تقريبا 100 حتى 120 وباقي القفف تنفرقوا فيهم ان شاء الله. بيان سور يعني هذه المبادره فيها جميع المحتاجات ديال الناس، يعني كاين الناس محتاجين الادويه، كاين الناس محتاجين المواد الغذائيه، وكما قلت لك هاد الناس هادو كاين تنعرفوهم عن طريق الاصدقاء ديالنا، كاين تيعرف الناس اللي محتاجين تنعطيهم القفف تيوزعوهم عليهم. بيان سور صافي دو زون دابا تقريبا 12 عام وحنا تنديروا هاد المبادره هادي كما قلت لك، يعني كاين الناس ديما بيان سور كاين الاخ سعيد اللي تيعيطوا عليه باغ تيليفون وتيصيفطوا ليه المحتاجات ديالهم كما تنقولوا وتعطيو النيميرو التليفون ديالهم، يعني حنا هنا في اكادير تنقوموا بتوزيع ديال المحتاجيات ديالهم. كنشكروا قناه اخبارون على الاستضافه، ورمضان مبارك سعيد، كل عام وانتم بالف خير. معكم ايوب مانوز فاعل جمعوي، اللي المهمه ديالي في هذه المبادره هذه هو توزيع القفف، يعني المحتاجين كنوصل لهم الامانه ديالهم حتى لعندهم. وكنشكروا سعيد ملوك بزاف بزاف على هذه المبادره اللي كيدير الطيبه، وبخصوص في العيد الكبير، وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش راكم مبروكة؟ الله يدخل عليكم هذا الشهر ديال رمضان بالصحة وبالسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. الصراحة كنشكر قناة أخبارنا على هذه الالتفاتة الحسنة، والصراحة غادي نناقشوا الموضوع ديال الفكرة. الفكرة اللي جات عادية، كنا كنشوفوا في مواقع التواصل دوك التحديات اللي ما كيعطيوش الاكل ديالهم، حنا طورنا الفكره وقلنا نديروا هاد التحديات اللي غادي يستافدوا منها الناس. وفي الصراحه الاغلبيه ديال الناس حبوا الفكره وقبلوها ونجحت الفكره، اللي تبارك الله ولينا كنديروا هاد التحديات من واحد لواحد، اللي تبارك الله دابا في ظرف 4 ايام وصلنا تقريبا 100 اسره. وفي الصراحه باش عرفنا الفكره واش نجحت، اللي بعض المدن في المغرب تاهما بارطاجاو هذه الفكره هذه ديالنا ونجحات، وهذا شرف لنا وشرف للمدينه ديالنا. وفي الصراحه كنشكر جميع اللعابه ديال مدينه حسنيه اكادير، وكنشكركم جميعا. وتبارك الله حتى الطريقه باش كنفرقوا طريقه راقيه واحتراما للعائله، كنعطيو الناس الامانه ديالهم كيتوصلوا بها بلا كاميرا بلا حتى حاجه، والحمد لله هذا شرف لنا وكنشكركم بزاف، والله يخطيكم وعواش راكم مبروكة. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.